السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلبة في مساق الاتصال من مقرر مادة نظريات الاتصال الجماهيري. هذا المقرر يعد من المقررات الهامة لطلبة المرحلة الثانية في قسم الإعلام، حيث يلم الطالب من خلاله بمجموعة من المعارف المتعلقة بالاتصال ونظرياته المعاصرة. بداية وقبل الشروع بهذا المقرر، لابد من معرفة ماهية الاتصال. ماذا نعني بالاتصال؟ والاتصال بأبسط تعريفاته هو عملية نفسية اجتماعية قائمة على تبادل الرموز الدلالية بين طرفين في وضع اتصالي معين بهدف تحقيق آثار محددة، وهو أيضا إرسال معلومات وأفكار يتم تبادلها بين المرسل والمستقبل من خلال الوسائل المختلفة للحصول على استجابة تؤدي إلى التواصل. عزيزي الطالب، نوضح لك أيضا ما هي خصائص الاتصال. من خلال التعريفات المتلاحقة التي وردناها قبل قليل، نستطيع أن نستنبط خصائص الاتصال، ومن خلال طبيعة عملية الاتصال نفسها نستنبط بأن خصائص الاتصال هي: أولا، أن الاتصال عملية مستمرة، فالاتصال عملية لا تتوقف. أنت قد توقف عملية الاتصال بينك وبين طرف آخر، لكنك تتيح لنفسك البدء في الاتصال مع ذاتك، وقد توقفها مع ذاتك بالكلام والتحدث، لكن التفكير يظل يعمل. بل حتى مع الآخرين قد توقف الاتصال معهم، لكنك تعمل على لغة الإشارة ولغة الجسد. لذا فإن الاتصال عملية مستمرة لا تتوقف ولا تنقطع. ثاني هذه الخصائص، أن الاتصال يشكل نظاما متكاملا، أي أن أطراف الاتصال لابد أن تكون موجودة في مواقف الاتصال المتعددة والمختلفة. فلا بد من مرسل، ولا بد من مستقبل، ولا بد من رسالة، ولا بد من وسيلة، ولا بد من بيئة تجمعهم في هذا الاتصال، وأيضا لا بد من حصول استجابة وتأثير وتفاعل في الاتصال. كل هذه العناصر تشكل النظام المتكامل للاتصال. أيضا من خصائص الاتصال أنه عملية ديناميكية متغيرة ودائمة التشكل وغير مستقرة، فنحن كأفراد نتميز بالتغير المستمر، وكذلك الآخرون بطبيعة الحال وعليه. فمن غير الممكن أن نتصور هذا الاتصال دون ما حركية دائمة. رابعا، الخاصية الأخرى للاتصال أنه في الأساس عملية اجتماعية تعتمد على نسق كامل من الرموز، لا يتوقف على حدود اللغة المنطوقة أو المكتوبة فحسب، بل يمتد إلى مجموعة من الأفعال التي يأتيها الإنسان في موقف معين من خلال الكلمات والإشارات والحركات والإيماءات والتعبيرات، وهو يشير إلى المشاركة في المعنى عن طريق رسائل مختلفة، تلك التي تنتقل بها الأفكار والآراء والمعلومات، وأيضا الاتجاهات داخل نسق اجتماعي معين وبين أطراف مؤثرة ومتأثرة. من خصائص الاتصال أيضا أنه تفاعلي، يحصل بين طرفين، يحصل تفاعل بينهما وكذلك يتغير. فقد تلاحظ الاتصال أحيانا يكون بارد بين الطرفين، لكنه سرعان ما ينفعل بسبب كلمة وردت في أثناء الاتصال تثير الحماس أو تثير السخط والغضب أو تثير الانبساط والانشراح والسعادة والبهجة، فهو تفاعلي وآني ويتغير بين لحظة وأخرى. من خصائص الاتصال الأخرى أن الاتصال غير قابل للتراجع، بل ربما للتفادي غالبا، فإذا ما خرجت الكلمة الاتصالية لا نستطيع إعادتها. فإذا تكلمت بكلام اتصالي وصل إلى الطرف الآخر، بمعنى خرج. أحيانا قد تتكلم بكلمة فيها نوع من أنواع الخطأ، فعندما تخرج نصف هذه الكلمة لن تستطيع أن تستعيد حتى النصف الآخر،
فهي واضحة ومفهومة للطرف الآخر، فهو غير قابل للتراجع، مما يجعلنا نجود الاتصال وننتبه إلى الألفاظ التي تخرج منا. أيضا من خصائص الاتصال عزيزي الطالب أنه ذو أبعاد متعددة، فالكلمة الاتصالية قد تحمل أكثر من معنى، ولغتنا العربية حمالة أوجه، وكلماتنا لها مرادفات كثيرة، فالكلمة الاتصالية قد تدل على أكثر من معنى وتتحمل أكثر من فهم. لذلك الطرف الآخر قد تقول له كلمة معينة فيفهمها بالطريقة التي يفهمها هو. من هنا نقول إن الاتصال يحمل أبعاد متعددة، فلا بد من فهم الرسالة الاتصالية كلاميا، مما يجعلها مصاحبة لمجموعة من التعبيرات المتعلقة بلغة الجسد لفهمها بطريقة جيدة. أيضا من خصائص الاتصال إنه عملية اجتماعية تتسم بأنها تكون بين صغير وكبير، وبين ذكر وأنثى، وبين أطراف المجتمع الذين يعرفون بعضهم والذين قد لا يعرفونه، فهي عملية اجتماعية وتأثيرية. أيضا عملية الاتصال هي عملية سهلة، قد تبدو للمستقبل أن المرسل يتحدث بسهولة، فهو يخرج كلمات لكنه لا يدرك هذا المستقبل بأن المرسل المتحدث ينبغي عليه أن يستحضر هذا الكلام ويتذكره وأن يرتبه، فيقوم بعمليات عقلية مصاحبة لعملية التحدث، فهو يقوم بعملية تذكر وعملية تحليل وتركيب وترتيب. كما أن المستمع أيضا المستقبل للرسالة الاتصالية قد تبدو له عملية الاتصال سهلة، فهو يستمع لكنه في الحقيقة يحتاج لعملية تذكر وتخيل وربط هذا الكلام بمواقف سابقة، ومطلوب منه أن يتذكره في وقت لاحق. إذن فالاتصال عملية سهلة لكنها معقدة في آن واحد. من خصائص الاتصال عزيزي الطالب إنه عملية دائرية، فالمرسل مرسل في هذه اللحظة والمستقبل يستقبل في هذه اللحظة، لكنه بعد قليل قد يتحول المستقبل إلى مرسل والمرسل إلى مستقبل. نأتي الآن عزيزي الطالب إلى أنواع الاتصال. ما هي أنواع الاتصال؟ نبدأ في النوع الأول الذي تعد دائرته ضيقة وصغيرة. النوع الأول هو الاتصال الذاتي، وهو الاتصال الذي يتم بين الإنسان وذاته. هنا المرسل والمستقبل في هذا النوع من الاتصال يكون نفس الشخص، والذي يكون المرسل هو نفسه المستقبل. إذن الاتصال الذاتي هو الاتصال الذي يتم بين الفرد وذاته، هو المرسل وهو المستقبل، استقبل لرسالة من خلال أحد الحواس، تصل هذه الرسالة بسرعة إلى الدماغ ثم تأتي الاستجابة الفورية. ويعتبر هذا النوع من أهم أنواع الاتصال من حيث الاستجابة الفورية، وأيضا من حيث الانتهاء من الرسالة بأسرع ما يمكن. ويتم هذا الاتصال عندما يتحدث الشخص إلى شخص آخر بنفس الوقت، تأتي له مجموعة من الخواطر والأفكار الذاتية، فمن المهم جدا أن يدرك الفرد كيف يتعامل مع الاتصال الذاتي. والاتصال الذاتي مهم جدا، لأنه أما يبعثك إلى الطموح والرقي بالذات والتفاؤل والإيجابية، وإما يعطيك رسائل سلبية تبعث الإحباط والسلبية المتكررة، وقد يؤدي ذلك مع مرور الزمن إلى تعايش مع هذه السلبية التي تتحدث بها دوما مع ذاتك. والاتصال مع الذات يتشكل لنا من خلال التحدث مع ذواتنا،
سواء كان حديثنا إيجابي أم سلبي، ويتمثل من خلال استعادتنا للمعلومات عند التذكر، وأيضا يتمثل عند تخزين معلومات جديدة، وأيضا عند قدرتنا على حل المشكلات مع ذواتنا. ويتميز الاتصال الذاتي بأنه أكثر الأنواع سرية وموضوعية، وأيضا يتميز بوحدة طرفي الاتصال، أي أن المرسل هو المستقبل ذاته. النوع الثاني عزيزي الطالب من الاتصال هو الاتصال الشخصي، وهو الذي يحدث بين طرفين، لكن هنا تكبر المجموعة قليلا، فقد تتحدث مع شخص أو شخصين، وقد تتعدى الدائرة لأكثر من ذلك، ولكن لا تتعدى لأكثر من 5 أو 7 أشخاص. يظل الموضوع شخصيا فيما بينكم، ويكون هذا الاتصال بشكل مباشر، وتتمثل مظاهر هذا الاتصال عندما نبدي مشاعرنا وآراؤنا وأفكارنا وتصوراتنا مع الآخرين، وعندما نتعرف على أصدقاء أو زملاء جدد، أو عندما نعمل على تقوية علاقاتنا السابقة مع الآخرين. كل هذه المظاهر وغيرها تبين وتوضح لنا النوع الثاني من الاتصال، وهو الاتصال الشخصي. ننتقل عزيزي الطالب إلى النوع الثالث من الاتصال، وهو الاتصال الجمعي. الاتصال الجمعي هو الاتصال الذي يحدث بين شخص واحد يكون هو المرسل ومجموعة من الأشخاص. هنا كبرت الدائرة قليلا، إذ يكون عدد الأشخاص من 7 فأكثر، وتتمثل مظاهر الاتصال الجمعي الذي يجمع عدد كبير من الناس، لابد أن يجمعهم مكان اتصالي أو موقف اتصالي. غالبا المتحدث يكون شخص واحد، والبقية هم المستقبلين للرسالة الاتصالية. ويتمثل الاتصال الجمعي كأمثلة بخطبة الجمعة والمحاضرات والمؤتمرات والاحتفالات والندوات والمهرجانات وغيرها. النوع الآخر من الاتصال هو الاتصال التنظيمي المؤسسي، هو ذلك النوع من الاتصال الذي يتم داخل المنظمات والمؤسسات، ويهدف إلى انسياب المعلومات والأفكار بأقصى درجة ممكنة من المستويات الإدارية المختلفة إلى المرؤوسين، وانتقال رجع الصدى منهم إلى المستويات الإدارية المختلفة. يتسم هذا الاتصال بطغيان الصفة الرسمية التي تمليها الأنظمة والمؤسسات، وهي الأنظمة التي تحكم عمل المؤسسات والأهداف التي تسعى لتحقيقها. لذلك فإن الاتصال في المؤسسات أو المنظمات يتبع نظاما هرميا، ينتقل من شخص إلى آخر تبعا للوظيفة أو العمل، وحيث أن العاملين في المؤسسات تكون أعدادهم كبيرة نسبيا، فإن ما يربطهم ليس العلاقات الشخصية بل تعاونهم جميعا لتحقيق أهداف المؤسسة. لذلك إن الهدف النهائي للاتصال المؤسسي هو تحقيق أهداف المؤسسة. هنا لابد الإشارة عزيزي الطالب إلى أن الاتصال المؤسسي يشترك مع الاتصال المواجهي أو الشخصي المباشر في بعض الصفات، منها أنه يلتقي بالأفراد بشكل مباشر، وأيضا تحصل تفاعلية، وأيضا تركيز وإمكانية الاستفادة من الحواس الخمس وحصول رجع الصدى. ننتقل إلى النوع الخامس من الاتصال، وهو الاتصال الوسيطي، ويسمى هذا الاتصال بهذا الاسم لأنه يحتل مكانا وسطا بين الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري، ويقوم على استعمال آلة اتصالية، ويقتصر على عدد محدود من الأشخاص. لذلك فهو اتصال يحدث في ظروف خاصة، ولا تعد رسالته عامة بالرغم من عدم تجانس الجمهور المتلقي للرسالة. من أمثلة الاتصال الوسيطي هو الاتصال عبر الهاتف، والاتصال عبر الإذاعة الداخلية، والاتصال عبر التلفاز
هنا نقصد بالتلفاز المغلق الذي يقتصر بثه على منطقة محدودة جدا، على منطقة محدودة جدا كالجامعة مثلا. ننتقل الآن إلى النوع السادس من الاتصال، وهو الاتصال الجماهيري. هو الاتصال الذي يتم باستعمال وسائل الإعلام الجماهيرية، وهو اتصال منظم ومدروس يقوم على أساس إرسال رسالة علنية وعامة صادرة عن مؤسسة للاتصال بالجماهير، وترسل الرسالة الاتصالية عبر وسيلة آلية تتميز بقدرتها على إيصال الرسائل إلى جمهور كبير ومنتشر، ويتميز هذا الجمهور بأنه غير متجانس، وهو متباين في الاتجاهات والمستويات، ولأفراد غير معروفين للقائم بالاتصال تصلهم الرسائل في نفس اللحظة وبسرعة فائقة، مع مقدرة على خلق رأي عام أزاء قضية ما، وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة أصلا، والمقدرة على نقل الأفكار والمعارف وأيضا الترفيه. يهدف الاتصال الجماهيري إلى تحقيق أغراض اجتماعية مختلفة، هي وظيفة إعلامية ووظيفة ترفيهية ووظيفة تعليمية وتثقيفية، وهناك مجموعة أخرى من الوظائف التي يهدف الاتصال الجماهيري لتحقيقها. لماذا تتميز وسائل الإعلام الجماهيرية؟ تتميز وسائل الإعلام الجماهيرية بمقدرتها على نقل الرسائل الاتصالية من مرسل إلى عدد كبير من الناس، وتستخدم لذلك معدات ميكانيكية أو إلكترونية وتكنولوجيا متقدمة. ومن هذه الوسائل الإعلامية هي الجرائد والمجلات والكتب والسينما والراديو والتلفزيون. ويمكن تحديد مجموعة من الخصائص التي تميز الاتصال الجماهيري. أولاً، أن الجمهور المتلقي لرسائل الاتصال الجماهيري هو جمهور يتصف بضخامة حجمه وعدم تجانس أفراده. أيضاً، المرسل في الاتصال الجماهيري هو لا يرى الجمهور بشكل مباشر ولا يسمع منه إلا القليل، لذلك فإن الرجع الصدى في الاتصال الجماهيري يعد قليل نسبيا. أيضا يغلب على طبيعة هذا الاتصال كونه أحادي الاتجاه ويطغى عليه سريان المعلومات في اتجاه واحد، أي من المرسل إلى المتلقي. وأخيرا، تتصف الرسائل المرسلة بأنها عامة وعلنية تصل إلى جميع الناس الذين يرغبون بالتعرض لها في وقت واحد، وعابرة لا تلبث أن تزول مثلما الحال في الإذاعة والتلفاز، إلا المطبوع منها أو المسجل على شريط التسجيل. إلى هنا أعزائي الطلبة ننتهي من مساق هذا اليوم، نلتقيكم بمحاضرات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.